هاي. بيضم جسم الإنسان مجموعة من العناصر الثمينة، ورغم هيك ما لازم حدا منا يفكر يستخرجها من جسمه ويبيعها. الجسم بيحتوي مثلاً على الذهب، واللي معظمه بيتواجد بالدم بنسبة 0.02%، وبالإجمال بيحتوي جسم على 0.2 ميلي جرام من الذهب، يلي بيكفي لصناعة مكعب بقياس 0.22 ميلي متر. في فضة كمان بالجسم، وبيستهلك الشخص الواحد حوالي 88 ميكروغرام من الفضة يومياً. اكتشف العلماء انه بقايا الطعام يلي بيتخلص منها الجسم عبر الجهاز الهضمي تحتوي كمان على جزيئات صغيرة من الذهب وغيره من المعادن الثمينة، فكيلو واحد من مخلفات الجسم ممكن يحتوي على 4 جرامات من النحاس، الفضة والذهب. مين قال انه مخلفات مليون شخص ممكن تساوي 13 مليون دولار؟ أنا قال. بشوفكم بكره.